وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، معبرا عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصة المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. وأكد الرئيس السيسي أن هذه المأساة تظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية، مشددا على أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. هذا ودعا الرئيس السيسي إلى معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مع تأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كرمت وزيرة التنمية المحلية منال عوض ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر فرق العمل المشاركة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي بحضور عدد من السادة المحافظين والنواب. هذا وأشادت الوزيرة بالجهود التي قام بها المشاركون في تنظيم المنتدى ليخرج بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة مصر، مؤكدة أن المنتدى الحضري حقق نجاحا باهرا على المستوى الدولي وحقق إشادات واسعة من المشاركين. تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أعمال إنشاء مركز مؤسسة مجد يعقوب العالمي لأمراض وأبحاث القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر، حيث أشادت الوزيرة بما رأته من إنجاز العمل على أرض الواقع، مبدية فخرها بهذا الصرح العملاق الذي يهدف لتقديم نموذج طبي متميز على أفضل المستويات العالمية. صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025 في تسليم 728 قطعة أرض بالمجاورة رقم 3 بالحي 32 منطقة الأمل سابقا بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من جهاز المدينة. افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ومحافظ الجيزة عادل سعيد النموذج الأول لأسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. وأكد الوزير أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة. قررت الهيئة القومية للبريد وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي الإعلان الخامس لسكن لكل المصريين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يتم استئناف عملية بيع الكراسات يوم الأربعاء المقبل. من جانبها أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن قرار وقف بيع الكراسات يأتي بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات لكبار السن على مستوى الجمهورية. أطلق صندوق تحيا مصر أسبوع الخير بمحافظة أسيوط بهدف تقديم الدعم ل8000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم حفل زفاف جماعي ل300 شاب وفتاة من محافظات جنوب الصعيد، وذلك في الملعب المكشوف بمقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.